بدأت إن أنا أدور على الشخصيات اللي كانت مهتمة بالعلوم دي علشان أشوف فين المقبرة بتاعتهم، فين البرديات اللي كانوا بيسبوها، فين العلوم بتاعتهم. وفجأة وقعت على شخصية إيم حطب العظيم، الفلكي والمعماري والمهندس صاحب الرؤية والإلهام في الهندسة المقدسة. بدأت أقرأ عن إيم حطب أكتر وأشوف الآثار بتاعته أكتر وأتعلم عن علوم الفلك أكتر. وفي وقت من الأيام وفي لحظة وليلة من الليالي كان فيه بوابة نجمية مفتوحة أنا معرفش عنها أي شيء. فاللي حصل أثناء فتحة البوابة النجمية دي إن أنا الأثير بتاعي ارتبط بالأثير بتاع إم حطب، فأصبحت إنسان بيعيش باتنين إثيريك بادي، واحد بتاع شخصية عاشت قبل كده في زمن ماضي ومليانة بالخبرات والتجارب والإلهام، والتانية بتاعتي أنا الجسم الأثير التاني بتاعي أنا اللي بيعيش بتجاربه الحالية وبيتخزن فيه التجارب الجديدة. فأصبحت إنسان عايش في عصرين اتنين، واحد مضى بجسد أثيري مش بتاعي، وواحد في الزمن الحاضر بجسد أثيري خاص بي. في ناس تانية بيحصل معهم العكس، بيحس إن هم جايين من المستقبل لورا، يعني هم لسه ما عاشوش الحياة بتاعتهم. وده نفس الفكرة، بيحصل اتصال بشكل ما ما بين شخصية أو ما بين أثير لسه هيتولد ليه الجسد المادي في المستقبل وما بين الأثير بتاعك أنت، فأنت بتشعر لوهلة إنك إنسان عشت في زمن ما مختلف قبل الزمن بتاعك أو بعد الزمن الأساسي بتاعك. فأجدادنا قالوا إن هناك الساحو، الجسد الأثيري الكوني اللي جواه كل الأجسام الأثيرية بتاعت الشخصيات اللي اتولدت في سنين سابقة، وعندك الخبيت your own etheric body بتاعك أنت. فاتصالك بأثير بتاع شخص رحل وكان عايش قبل كده هو اللي بيخليك إنك شفت وتعلمت وحسيت إنك عشت في حياة مختلفة. فإذن تناسخ الأرواح عند أجدادنا هو مش زي الرؤية الجديدة أو الشكل الجديد في العصر الحديث اللي احنا بنتكلم عنه، إن هو إنك أنت كنت عايش قبل كده وبعدين روحك خرجت بره الجسد بعد ما قضت فترة من التجارب، وبعدين اتولد ليك أو لنفس الروح دي جسد بشري جديد روحك حلت جواه. لأ، أجدادنا بس بيقولوا إن كل إنسان بيبقى له جسم أثيري واحد أو روح واحدة، ولكن في بعض الناس عن طريق الصدفة، وفي ناس عن طريق القصد، وفي ناس عن طريق الاهتمام بشخصيات مضت، بيحصل إن أرواح الناس اللي فاتت بترتبط بالأثير بتاعك اللي انت عايش بيه حاليا، وبالتالي بتبقى إنسان عايش بروحين زي ما احنا بنقول كده في المثل مثلا المصري بتاعنا ان القطط بسبع ارواح، فانت بتبقى عايش بروحين. وفي ناس بتبقى عايشة بتلات ارواح واربع ارواح على حسب كم روح او كم اثير مضى انت كنت مهتم بيه او مهتم بالعلوم اللي هو كان على علم ومعرفة بيها. فالاثير او الروح اللي مضت أو اللي ارتحلت لعالم الروح دي بيبقى نفسها إن هي تعمل لك سبورتينج، إن هي تدي لك دعم بالعلوم والمعارف اللي هي اكتسبتها في حياتها الماضية، فبتبدأ تدي لك العلوم دي. طب أجدادنا عنده النقطة دي بس ووقفوا؟ لأ، بدأوا يفسروا. يا ترى ليه روح سابقة تتصل بيا وليه تديني العلوم والمعارف بتاعتها؟ هتستفاد إيه؟ أجدادنا قالوا إن لما يكون في روح محملة بالمعارف والتجارب الروحية السابقة ترتبط بيك
وتدي لك العلوم والمعارف بتاعتها عشان انت تطور من نفسك او تطور العلوم والمعارف دي، هي بتكسب بشكل او باخر طاقة جديدة. هي بتكسب بشكل او باخر طاقة جديدة، بتكسب طاقة اسمها الجد، او بتكسب طاقة اسمها الأزيرية، طاقة الخلود. وده بيتناسب مع فكرة موجودة في المدرسة الإسلامية عندنا، ان الانسان اللي بيموت بينقطع عمله الا من ثلاث، واحدة منهم علم ينتفع به، ان الانسان يسيب إرث بيتكلم عن تجاربه الحياتية علشان ينتفع بيها الآخرين اللي لسه هيسيبوا أو لسه هيبدأوا الحياة والتجارب بتاعتهم بشكل مختلف. فأجدادنا وصلوا للفكرة دي أو لفكرة الريانكارنيشن، الناس اللي بيحصل لها إعادة تجسد مرة تانية، قالوا لأ، هي عبارة عن اتصال روح راحلة بيك انت عشان تنقلك الخبرات اللي هي عدت بيها، وانت تاخدها وتطورها، وهي تكسب الأزيرية او الخلود في عالم الروح بتاعها. طول ما هي روح مفيدة في عالم الروح هتفضل أبدية، اذا اصبحت روح غير مفيدة في عالم الروح هتبقى روح ثانية، هتفنى. عشان كده هي بتبقى حريصة على نقل العلوم والمعارف بتاعتها. بشكل أبسط، بشكل نهائي، إن أنت لما بتتصل بروح سبقت ورا بتبقى عامل زي الكمبيوتر اللي واصل ليه هاردين. أنت كشخص تبقى عامل زي الكمبيوتر اللي متوصل فيه 2 هارد ديسك. هارد ديسك جديد نوفي ما لهوش أي داتا خالص، ده اللي هو الأثير بتاعك أنت. وهارد تاني قديم متقسم لبارتيشنز وعليه معارف وعليه داتا كتير جدا. فانت هتقدر تاخد من الهارد اللي عليه الداتا كتيرة وتعبي الهارد الجديد اللي لسه ما عليهوش اي داتا، بس هتنقل الحاجات دي بتنظيم اكتر وبتخطيط افضل وبطريقة اشيك. فهي دي الفكرة بتاعت الريانكارنيشن في مصر القديمة، هو اتصال ما بين الصحو، ما بين الاثير بتاع الأرواح الراحلة، وما بين الخبيت، ما بين الاثير بتاعك انت. يا ترى بقى كل واحد فيكم حس ان هو كان روح مين سبقت ولسه عايش؟ وبالشكل ده بيتهيأ لي انت تقدر تنظم امورك اكتر مع الاثير اللي ممكن يكون او الروح اللي ممكن تكون على صلة بيك. ويا ترى الروح هي اللي بتختارك ولا انت اللي بتختار الروح اللي انت عايز ترتبط بيها؟ اجدادنا قالوا ان الروح هي اللي لها الاختيار مش انت. يعني مهما انت كنت عندك ارادة او رغبة في اختيار الروح اللي انت عايز تتصل بيها، اذا الروح دي ما عندهاش الارادة او الرغبة بالاتصال بيك مش هيحصل الكونكشن ده. طيب ازاي الروح بتختار صاحبها؟ بناء على اهتماماتك البدائية اللي في الاول خالص. يعني انا ما كنتش اعرف القصة دي كلها، ولكن اهتماماتي الاولية كانت عن طريق علوم الفلك وعلوم كذا، لحد ما اتكعبلت في الشخصية اللي كانت اكثر علما في المجال ده. ولما وقعت انا على الشخصية دي وبدأت ان انا اقرأ عنها، هي قررت تتواصل معايا. في نفس الوقت أجدادنا قالوا يا ترى الروح دي القديمة أو السابقة دي لما بتتصل بيك وبتبدأ تنقلك المعارف والخبرات والعلوم بتاعتها عشان تبقى أنت عشت في زمانين مختلفين، بتنقلها لك إزاي؟ أجدادنا قالوا إن في مراحل للاتصال ما بين الأرواح السابقة وما بيننا إحنا، تمام؟ قالوا أول حاجة عن طريق الإيحاء. يعني ايه عن طريق الإيحاء؟ يعني عن طريق ان هي بتبدأ تخليك تدور في كتاب معين على حاجة، الكتاب ده ممكن ما يكونش في بالك خالص انك تقلب فيه فتلاقيه جواه معلومة، تخلي عينك تقع على رسمة معينة او على شيء معين فانت منه تدرك الشيء اللي بتدور عليه،
فهي عن طريق الإيحاء ليك وانت صاحي. في ناس تانية بتتطور معهم الاتصال الروحي ما بين الأرواح السابقة وما بينهم هم عن طريق الأحلام، إن هم يشوفوا رؤى وأحلام وتجيلهم الشخصيات أو الأرواح دي وتبدأ إن هي توري لهم رموز معينة أو تجيب لهم رسائل مشفرة، وعليهم إن هم بقى يتعبوا ويفكوا شفرة الرسائل أو الرموز اللي بيشوفوها علشان يعرفوا الرسالة مضمونها إيه اللي الروح دي بتحملها ليهم من العالم السابق. وفي ناس عندهم القدرة ان هو يكون الاتصال والإلهام ده مباشر لدرجة كبيرة جدا، ان هم ممكن يشوفوا الجوست، يشوفوا الطيف بتاع الروح، يقدروا ان هم يسمعوا همسات منه ويشوفوا كمان الطيف بتاع الروح دي قدامهم بتتحرك. فعلى مدى استعداد الشخص الحالي ان هو يتواصل مع الأرواح السابقة ويقدر ياخد منها العلوم النافعة على قدر ان الروح دي بتتواصل. قد تتواصل معاك روح ملكية، ممكن تتواصل معاك روح عالمة وروح عارفة، ممكن تتواصل معاك روح لصاحب شخصية دينية او فلسفية او عقائدية او متخصصة في علم ما. كل ده بيتوقف على ايه؟ على اهتماماتك وبحثك انت الدائم في حياتك وعلى رسالتك اللي انت اتولدت عشانها. فأصحاب الرسائل المتشابهة، الأرواح اللي بتتشابه مع رسالتها مع رسالتك اللي انت مخلوق عشانها، بتبدأ تعمل الكونكشن معاك لوحدها. فدي كانت فكرة الريانكارنيشن في مصر القديمة، ازاي الحيوات بتدخل في بعضها. زي ما انت حياتك في وقت من الأوقات انا هموت، الخبيت او الإثير بتاعي بينضم من عالم الأرض إلى عالم السماء للصاحو، وبعدين ناس هتيجي في المستقبل وهيبقوا عايشين، هيبقى عندهم نفس الاهتمامات بتاعت علي. فالصاحو بتاع علي اللي هو صعد إلى السماء محمل بالخبرات والتجارب بتاع علي اللي قضاها في حياته في الدنيا، هيبدأ يتصل باللي هيشبهه في المستقبل وهيبدأ ينقل الخبرات بتاعته، علشان الشخصية اللي هتيجي في المستقبل تبدأ تاخد من الخبرات بتاعتي وتستفيد منها وتطورها، وبالتالي أنا هنتفع أنا كمان كروح رحلت بإن أنا نقلت خبراتي للشخص ده، بإن هو هيفضل دايما بيذكرني بكل حاجة كويسة، فيبدأ يبعت لي صلوات بيها الروح بتاعتي تنول الأزيرية في العالم الآخر. هي دي فكرة أجدادنا عن الريانكارنيشن. أستمتع بقى بأسئلة حضراتكم أو مداخلاتكم أو أفكاركم كانت إيه قبل، وأنهي أوقع مثلا ممكن منطقيا، هل إعادة التجسد بالشكل الحديث ولا بتاعة أجدادنا وفكرتهم إيه؟ اتفضل يا أستاذ تامر. شكرا يا أستاذ علي، كالعادة محاضرتك كلها رائعة بصراحة. تسلم لي. انا عندي هنا سؤال، ساعتها احنا نتكلم على الجزء ده اللي هو بتاع القاء، البابا بتكون ساعتها في حته تانية مظبوط؟ تمام، يعني كل اللي بنتكلمه دلوقتي عن القاء بس، لكن البابا سواء بقى في ريزركشن في معمعت واوت ايفر ما لهاش علاقه باللي بيحصل، ده حاجه وده حاجه. هي هنا الباب بتروح لها نتيجه الاتصال ده، لما القاء تقرر انها تتصل بالشخص انقله المعارف بتاعتها، فهنا تروح نتيجة الصلوات ونتيجة الذكرى، ذكرى خلود الشخص ده تاخدها للبا، فهنا البا تنول الأزرية بتاعتها، لأن والبا ساعتها في الحياة الخالدة مظبوط؟ بالضبط كده. اوكي، تاني سؤال كان، او هو زي ما سألتنا على الريانكارنيشن، كان دايما في تفسير ليه في ناس بتنزل مشوهة. تمام. فبيقول الناس بتنزل مثلا مولود مشوهة او مات صغير قوي لان هو لسه هيكمل بعد كده في الحياة التانية، او كان جاي من حياة قبل كده كان عمل حاجة فعشان كده تشوه فيها. ففي اي رد على حاجة زي كده في الفكر ده؟ هقول لك بالنسبة للموضوع ان حد جاي مثلا بإعاقة معينة او whatever هو فيه ايه، الشخص ده بيبقى جاي
علشان يترك بصمة في مجتمع. هنا دي بتبقى special souls، أرواح مخصصة، أرواح مخصوصة، لا بتتصل بحياة سابقة ولا بتتصل بعد كده بحيوات تانية. دي special souls نقدر نقول عليها إنها رسل من الإله الخالق لإيصال رسالة معينة، وبعد كده بتنتهي الرسالة بتاعتهم ويرجعوا لعالم الروح بتاعتهم مرة تانية. دي بتبقى أرواح جاية محملة جاهزة بخبرات ورسائل، يعني مش جاية عشان خاطر تكتسب معرفة أو كذا، لا، هي جاية already محملة بمعارف ومحملة برسالة بتأديها للبشرية، وبعدين بتنتقل لعالم الروح مرة تانية. فالناس اللي جاية مشوهة دول يعتبروا جفت، هدية للكون البشري بتاعنا اللي هو العادي، وبعدين بترجع مرة تانية لعالم الروح زي رسول بيأدي رسالة ويرجع مرة أخرى. فدي كل أنواع الناس اللي بتبقى جاية بإعاقة معينة أو تشوه معين أو whatever شيء، هو جاي مؤدي لرسالة وراحل مرة تانية. أنا بس عندي حاجة في نفس الموضوع، يعني في ناس بتتكلموا فيه، هل ده بيمحي فكرة الـ reincarnation؟ يعني ده كلام reincarnation؟ احنا مش بنمحي ولا بنثبته. أنا بقول لكم رؤية أجدادنا عن الفكرة دي اللي تشبهها شكلها عامل إزاي. وفي النهاية أنت قدامك الاتنين الطرحين، هل الطرح بتاع أجدادنا بتاع اتصالك بأرواح قديمة أوقع، ولا أن الإنسان فعلياً بيعيش كذا حياة أوقع شكلها إزاي؟ أنا مجرد أن أنا بطرح ما يشابه الفكرة عند أجدادنا في حضارتنا. وأنا بس عشان بدرس أكاشيك ريكوردز بقالي سنتين، فأنا كل حاجة درسها دلوقتي بتنهار عشان كده. إيه، أنا كل ما في الأمر إن أنا لما قريت كتير عن فكرة التناسخ وإعادة الحيوات وشفت فكرة أجدادنا، بصراحة يعني شفتها منطقيا على الأقل، لو لسه مثلا ما فيش مرحلة الإثباتات العلمية، فمنطقيا وعقليا هي أوقع كتير إن أنا ممكن روح سابقة تتواصل معايا فتنقلي وتوحيلي. ولقيت بعد كده إشارات في بعض الـ الأديان والعقائد اللي جات بعد كده بتدعم حتة زي دي، زي الجزء اللي أنا قلت لكم عليه إن الإنسان لما بيموت بينقطع كل أعماله عن الدنيا إلا في ثلاث حاجات، إن في ولد بيحفظ ذكر أبوه، ومن ضمن الحاجات دي علم ما زال موجود ليه في الدنيا بينتفع به، فمن ضمن العلم ده اللي هي اللي الكا بتاعته حملاه فهي عايزة توديه لحد تاني. وده بيحصل كتير عندنا، ان انا حلمت مثلا بفلان وحلمت معرفش مين بيديني كتاب ومنين بيديني ألم، فهي شخصيات علمية فعليا. طب ازاي هو بيديني ده؟ فمعنى كده ان الكا بتاعته المحملة بالمعارف والخبرات اللي هو عاشها في حياته فعليا بتتواصل معايا وعايزة توريني شيء. فأنا شايف إن النظرية بتاعت أجدادنا منطقيا شوية قريبة يعني، والأمر متروك لكم في الآخر يعني. أستاذة دينا. السلام عليكم أستاذ علي. وعليكم السلام. سمعني كده؟ تمام. كنت حضرتك في المحاضرة بتاعت البوابات في باب في ناس اللي هم ذو إعاقة، صح كده ولا مظبوط؟ صح، يعني الناس اللي هي بتتولد عندها مش ما عندهاش الجسد الكامل ليها مكان معين في الجنة. بالظبط، صح كده، انا فاهمه صح. تمام، اوكي. ده كان تعليق على الناس اللي عندها إعاقة، ان هم يعني ناس سبيشال، ربنا خلقهم سبيشال وليهم مكان سبيشال بعد كده. بالظبط. بالنسبه لي انا في الجيرني، كل واحد طبعا عنده الجيرني بتاعته. انا في الجيرني بتاعتي وانا في مقابر النبلاء من شهر كده تقريبا، في مقبره بتاعت سي نيفر اللي هي بيسموها مقبره العنب.
عشان السقف بتاعها فيها عنب كتير، اللي هي اللي هو كان لابس 2 قيب اللي انا سألت حضرتك عليه ده. تمام. انا اول ما دخلت المقبره دي زي ما تكون في حاجه كده خبطتني، لقيت نفسي عماله بعيط جامد جدا، مش عايزه اطلع، في حاسه بكونكشن، ما اعرفش بحاجه غريبه يعني عمرها ما حصلت قبل كده. يعني رحت مقابر كتير عمري ما حسيت بحاجه، فهل دي ممكن تكون رساله to look more about سينفر ممكن. او اتعلم تمام. منه او هي كل الافكار ان بتيجي بومضه واتصال مبدئي من السحو، من شخص معين عاش، كون ان هو بس يشد انتباهك، يلفتك لحاجه، يأسر الجوانب الايموشنال ما بينك وما بينه، علشان تبدا رحله الاتصال معاه وتبدا رحله النقل المعلومات الجميله والخبرات دي كلها. اوكي، الف شكر. في حاجه تانية ما اعرفش، انا برضو في حاجه، انا واحده من اسكندريه ولا ليا علاقه بالزراعه ولا اي حاجه، بس يعني من 3 سنين كده طلعت في دماغي اشتري ارض زراعيه وابتدي ازرع فيها اشجار معينه قبل حتى ما اهتم بعلوم القدماء المصريين. ف ما اعرفش، حاسه ان يعني ربنا بيحط لنا في سكتنا هو حاجات دايما بتجمع بيبقى في في الاخر. لينك بيجمعك ما بين اهتمامك معين في حاجه وما بين شخصيه فاتت، فالشخصيه دي لما بتلاقي الاهتمام ده منك بتقرر ان هي تفتح بوابه الاتصال معاك، فده كل الفكره. ومش شرط ان انا مثلا راجل فانا لازم يكون الكونكشن مثلا بتاع الروح السابقه معايا لازم تبقى راجل، ممكن تبقى واحده ست. هي الفكره ان جمعكم انتوا الاثنين شيء واحد، كان هو كل اهتمام الشخص اللي فات كانت حياته كلها مركز ومحور نفس الحاجه اللي انت بتمحور حياتك كلها الحاضره بيها، فبيحصل الكونكشن بناء عليها. استاذه غاده. أيوة أستاذ علي، يعني حضرتك رائع كالمعتاد، يعني مش عارفة أقول إيه، مبسوطة جدا بالحوار ده والمحاضرة دي، لأن كان عندي حد يعني ناس من أصدقائي الموجودين بيدرسوا معايا الأنرجي، فأنا بشوف إنه ليهم اتجاه فعلا بالتصديق ده، وأنا كنت يعني حاسة إن الأقرب ليا فكرا وموضوعا وروحا هو اللي حضرتك قلته النهاردة، إنه هو اتصال مش إعادة. يعني أنا عارفة إن في تناسخ وفي تفاسخ وفي تراسخ، وده جالنا يعني مش من عندنا خالص، يعني هو جالنا من بره، فلما نيجي نشوفه نلاقي إن أنا لو كنت في حياة تانية مارلين مونرو مثلا، يا سلام كده يعني. وبعد كده بقيت غادة، طب أنا يوم القيامة هتحاسب عن مين؟ عن مارلين ولا عن غادة؟ يعني كتابي، يعني اللي هي في اللي هي اسمها إيه في القرآن، اللي هو يعني معلش انا اصلا مش حافظه الايه، اللي هو كل واحد هيلقى كتابه. طب انا لما اجي القى كتابي القى كتاب مين؟ مارلين ولا كتاب غاده؟ يعني احنا هنعمل ايه بقى ساعتها؟ فدي كانت مخلياني حاسه ان هو لا، يعني الاتصال. وحضرتك بتتكلم افتكرت حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيه، لان حضرتك قلت عن موضوع ان الواحد لما بيموت عمله بيبقى هو 3 حاجات، ان كان ولا الصالح يدعو له او علم او صدقه جاريه. يعني الحديث بيقول إن الأرواح جنودا مجندة، من تعارف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف. انت اللي انت قلته بالظبط، هو ده، تعارف منها وعليك يا رب. والله حضرتك بتتكلم ما كانش على بالي الكلام غير ما حضرتك قلت ايه ده، الحديث واضح جدا، هو من تعارف منها ائتلف. مش لازم تعارف، دي دايما الناس واخداها ان احنا نتعارف في الدنيا فنحس ان احنا مثلا بقينا اصحاب، او لا لا لا، ده ممكن يكون الحديث اعمق من كده بالظبط. فهو من تعارف منها ائتلف، اللي هو ممكن يكون في تعارفات بتحصل في ابعاد اخرى. كل الواحد يعني ليه في ناس بيجي لها ارواح الميتين في الاحلام وناس تانية لا؟ احنا بنتكلم في حاجات هي بسيطه معروفه ومعلومه، عشان في ناس بتكون عندها الجهاز الاستقبال واضح ونظيف وممكن يستقبل، عشان كده حتى لما يموت لحد مثلا يقول ما تعيطش كتير عشان يجيلك في الحلم، عشان ما يبقاش يعني الايموشن بتاعته مغطيه على احساسه والريسيفر بتاعه انه يستقبل. فالواحد ممكن يستقبل حاجات من ناس اخرى ويحصل اتصال، بس مش معناه ابدا اني اموت واصحى في حد تاني، او اصحى شجره، او اصحى قطه، او اصحى. كنت حاسه ان الكلام ده مش، فانا طبعا حبايبي قدماء المصريين